الحلويات اللي انت بتحبها في رمضان؟ بحب انواع حلويات كتير، مثلا القطايف، البسبوسه، الكنافه. في رمضان احنا متعودين دايما على ان احنا ناكل كنافه او الجلاش، يعني دي من اهم الحلويات اللي احنا بنحب ناكلها في رمضان. يعني البسبوسه، الكنافه، الجلاش، البقلاوه. كنافه بالمانجا وقطايف اكتر حاجتين بحبهم في رمضان، بس استناهم رمضان عشان اكلهم في رمضان. كنافه بالمانجا، كنافه بالكريمه. اكتر حاجه بحبها الكنافه بالمانجا. قطايف، كنافه، كنافة نابلسية، بسبوسة، حاجات شرقية يعني. بحب القطايف والكنافة. كل الحلويات اللي موجودة في رمضان حاجات لذيذة جدا وبتبقى حاجات كويسة. كنافة والقطايف والبسبوسة